السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وشلونكم؟ عساكم طيبين. طبعا أنا صحيت بصحة الدنيا، أنا صحيت بصحة السعادة، أنا صحيت صح شوي من المشاكل، مهي واجد شوي. شيء ثاني، بيض الله وجه من سأل، بيض الله وجه من اتصل، بيض الله وجه من راسل، بيض الله وجه الجمهور، شكرا لهم بحجم السماء مهما قلت لقوا فيهم حقكم. جمهور مناحي، أنتوا من حطيتوا مناحي في هذا المكان بعد الله سبحانه وتعالى. جمهور مناحي، أنتم من أحرج مناحي بفعله الطيب، يعني مهما تكلم لكم والله ما وفيكم حقكم. شيء ثالث، ترى مناحي ما راح، مناحي موجود معكم، مناحي بيشغلكم سنابات، مناحي بيشغلكم بذوث، مناحي بيشغلكم مشاكل بعد. لا أزهد بكم. السلام عليكم ورحمة. مساكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم طيبين وسبحان الله يطول عمرك. ما تشوف يعني انك استهلكتني سواقه؟ مو مسألة اني طلعت في برنامجك عاد تستهلكني سواقه، ترى الحين لا في خصم ولا في استبعاد ولا في شيء. قال لك الكلام هذا في استبعاد من البيت، عقوبات منزليه ما عاد عقوبات البرنامج. طيب اسف طال عمرك. الناس ما تخلي احد وبش. السلام. على ما قال حياتي بن جدل، انا المجنب من لوادم ما يخلى لا سلم من شر ذلك. الناس ما تخلي احد وبش. السلام. على ما قال حياتي بن جدل، انا المجنب من لوادم ما يخلى لا سلم من شر ذلك. الناس